السلام عليكم يا اخواني اخواتي، مرحبا بكم. رجعت لكم تاني من جديد. اليوم ان شاء الله مراجعة مع واحد الساعة جميلة، واحد الساعة شي حاجة كاليتي عالية، وحتى واحد القيمة مقابل السعر اللي كتقدم منافسة جدا. اجي تكتشفوا معايا، هي الساعة ديال فيكترون في اكس 30. شوف كيف كتشوف، يعني الشكل ديالها في اليد هي سبور، جاءت هنا باللون الاسود، والاسود كيبقى ملك الالوان اللي كيجي معاه. كيف كتشوفوا، يعني انا بنت وراجه معايا، يعني الطوب ما كتبقاش يعني محصوره فقط للدراري. واخا كنتمنوا ديروا لينا سميطات في الغوز فيولي سومو، ديروا لنا، حنا كنبغوا شويه اللوينات متيوشين. اذا شنو اللي مميز في هاد الساعه؟ كيف كتشوفوا هنا هو لابواط ديالها، كيف قلت لكم فيكترون في اكس 30. اذا المميزات هاد الساعه، اولا بغيت نقول لكم واحد النصيحه بالنسبه للناس. كاينين اللي ما عمرهم ما استعملوا ساعات ذكيه وكيتخوفوا، كيقول لك واقيله معقده، واقيله هذه. بالفعل هذه مبسطه لواحد الدرجه كبيره وسلسه وسهله. يعني الناس اللي بغات تستعمل ساعات ذكيه لاول مره، نصحها بهذه حيت تجيك سيغ بلاس، غتعلمي فيها يعني كاع لي زوبسيون ديالها. الشاشه كدعم جميع اللغات بما فيها العربيه والفرنسيه والانجليزيه. نوع الشاشه جاء من نوع تي اف تي بحجم 1.28 بوص. البطاريه ديالها 180 ملي امبير، كتبقى من 8 ايام حتى ل 10 ايام، يعني كتنساها كتشارجا. اكيد ها هو الشارجور ديالها، كيف كتشوفوا مغناطيسي ها هو. وفيها ايضا دليل استعمال، بالفعل والله الا دليل استعمال اللي فيه كل شيء، فيه جميع اللغات، وزعما كيوريك كيف قلت لك كل شيء. واخا تكون عمرك ما استعملتي شي ساعه ذكيه، هاد الساعه فيكترون في اكس 30 كتقدم لك داكشي سلس ومبسط جدا. وعطينا ايضا هنا واحد يعني احتياط، دايرين لنا واحد براسلي اخر احتياط، يعني سكور، يعني هذه حركه جميله من شركه فيكترون. هذه الشركه اللي هي جديده في المغرب، ولكن بالفعل تدخل وتجيب لنا يعني كيف قلت لكم دي اكسسوار اللي كيقدموا واحد القيمه مقابل السعر. وتسناو ايضا تجيب لكم واحد الساعه على شكل كاري وفيها ستوكاج كبير، وحتى الثمن ديالها غادي يبهركم. اذا شنو في هاد المميزات ديال هاد الشاشه؟ اولا لي تيم راه ملي كتانستاليو ديك لابليكاسيون غلوري فيت، يعني غلوري فيت كتلقاوها في البلاي ستور، كيتادابت الساعه مع الاندرويد والايفون. يعني في بلاي ستور ولا الاب ستور غتلقاو غلوري فيت، غتانستالوها سهله جدا وتتاسوسيو مع الفيسبوك ديالكم. هنا كيف قلت لك حساب الخطوات في النهار. بالنسبه للناس، واحد النصيحه بالنسبه للناس اللي بغاو يضعفوا، اللي متبعين شي ريجيم وناقص الوزن، ننصحكم ب 10000 خطوه. ملي توصل 10000 خطوه راه مزيان، راك غادي يعني غتبقى تنقص في الوزن. هنا كاين حساب دقات القلب، جوده النوم، يعني حساب نسبه الاكسجين في الدم. كنعرفوا دابا مع الكورونا يعني ولات هاد الخاصيه موجوده في اغلب الساعات الذكيه. هنا كيف كتشوفوا كدعم 24 نمط رياضي، كاع الانماط يعني اللي غادي تجيكم، اللي غادي تقلبوا عليها تجيكم، راه ان شاء الله غتلقاوها هنا. اذا هنا مشيت كليكيت على انني اساس باغا نبدا. اذا وكاين ايضا فيها يعني النوتيفيكاسيون، فيها نوتيفيكاسيون اكيد ديال واتساب، فيسبوك، فيها المينيتور، فيها ايضا واحد القضيه ديال انك تقدر تلقى الهاتف ديالك الا ضاع لك، اكيد الا كانت متوصله بالبلوتوث. اذا ساعه اللي كيف قلت لكم فيها اغلب المميزات اللي كنحتاجوها في الساعه الذكيه. دابا غادي نجيو كيف قلت لكم الاهم حاجه، وهي الثمن. هاد الواتش كيف كتشوفوا جاءت فقط ب 800 درهم. نعم، يعني الثمن ديال 600 درهم، بالفعل ثمن منافس جدا، بحيث اننا كنشوفوا هاد الاغلب هاد المي واتش الاغلبيه كيبداو ابتداء من 800 درهم، 1000 درهم الى اخره. ولكن هذه بالفعل كيف كتشوفوا فهي الثمن ديالها جاء مناسب جدا، فقط 600 درهم. اذا اللي عنده شي سؤال
يكتب لنا في التعليق، كتبوا لنا كيف جاتكم هاد الساعه، واش تقدروا تشروها بهذا الثمن، المميزات ديالها، واش بالفعل كتستاهل هذا الثمن. وايضا ما تنساوش ان شاء الله كيف قلت لكم في المسابقه، نعم المسابقه نعاود نذكر بها، غادي يكون عندكم جوج ديال هاد الساعات الذكيه، جوج منهم بثمن 600 درهم. 600 درهم زائد 600 درهم يعني جوج فائزين غادي. وغيكونوا عندنا ايضا ساعه اخرى من اومي دي جي، غتكون عندنا ايضا دوك لي كيت بلوتوث اللي ديجا تعرفنا عليهم في القناه ديال اورايمو، عفوا ديال الايبوغا، الايبوغا برو، هاد الكيت اللي تقريبا دابا مفقودين في الاسواق، ولكن ان شاء الله غادي نديرهم لكم في يعني في المسابقة. اذا كنتمنى يكون كل شيء واضح، واكيد اللي عنده شي سؤال يكتب لنا في التعليق. واهم حاجة اللي ما شرتش ليها هي الضمان، نعم يعني اون فوا شي شركة كتعطيكم الضمان ديال العام، عرفوا ان لي زاكسسوار الا كتقدم واحد الجودة عالية. اذا هاد الساعة الذكية ايضا فيها الضمان لمدة عام، كيف قلت لكم الا نسيت شي حاجة ما تنساوش تكتبوا لي في التعليق. الى اللقاء.